فريق الأهلي حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز. ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز 11 بجدول المسابقة. طاهر محمد لاعب الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش واللي جمعتهم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات مؤجلات الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز. فريق المصري فاز على فريق الجونة بنتيجة 2-1 في مباراة اللي جمعت بينهم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز. وبالنتيجة دي رفع المصري رصيده ل 48 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز 13. نادي الزمالك أعلن رحيل المدافع الفلسطيني ياسر حمد عن صفوف الفريق القروي الأول بعدما طلب اللاعب الرحيل وعدم الانتظار لنهاية الموسم الجاري. ونشرت الصفحة الرسمية نادي الزمالك على فيسبوك صورة للمدافع الفلسطيني معلقين عليها شكرا يا ياسر حمد وبالتوفيق فيما هو قادم. امبارح تأهل منتخب فرنسا للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وده بعد ما فاز على منتخب بلجيكا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات ثمن نهائي يورو 2024 اللي بتقام في ألمانيا وبتستمر حتى 14 يوليو الجاري. اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختارت النجم جول كوندي أفضل لاعب في مباراة فرنسا ضد بلجيكا واللي انتهت بنتيجة 1-0. منتخب البرتغال تأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ما فاز على منتخب سلوفينيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، وده ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس أمم أوروبا. اللجنة الفنية ليورو 2024 والاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحت دييغو كوستا حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال جائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده ضد سلوفينيا، وده بعد ما نجح في التصدي لثلاث ركلات ترجيح في الركلات الترجيحية. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع مارك جويو مهاجم نادي برشلونة الإسباني حتى عام 2029. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.